من محافظة الأسكندرية وتحت شعار الوعي وبناء الإنسان، أطلقت مكتبة الأسكندرية الدورة 17 من معرضها الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 28 من شهر يوليو الجاري. لتتضمن هذه الدورة أكثر من 75 حدثا ثقافيا، يشارك فيها أكثر من 300 متحدث ومحاضر. ليعد ذلك حدثا ثقافيا هاما للقارئ المصري بشكل عام والسكندري بشكل خاص. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. المعرض بيبتدي من يوم 18 ل 28، فاتحين طبعا الدخول مجانا من الساعة 10 الصبح للساعة 9 مساء. خلال فعاليات هذا المعرض في أكثر من 300 مثقف أو مبدع في الحقيقة هيكونوا موجودين معانا، ما بين شعراء ورواة وقصصين نقاد وكتاب إلى آخره، بالإضافة طبعا إلى مناقشة بعض الأعمال الفنية التي ظهرت في دراما رمضان مثل جزيرة غمام. الأزهر الشريف كواحد من مؤسسات الدولة يشارك بكل قطاعاته، إصدارات عن مجمع البحوث، عن هيئة كبار العلماء، عن مركز الترجمة، عن مرصد الأزهر، عن الجامع الأزهر الشريف، وكل هذه الإصدارات التي تصدر عن الأزهر الشريف القصد منها المساهمة في بناء الإنسان والعمل على تصحيح الوعي والفكر والإجابة عن الكثير من التساؤلات ودفع الشبه والافتراءات التي يمكن أن تعكر صف الواقع أو طابع العام. أنا بقول بعد التراكم 16 سنة الحقيقة نجاح متواصل. أعتقد أن الدورة 17 هتحقق يعني نجاح كبير بإذن الله. لها دور كبير جدا طبعا في توفير كل الإصدارات الحديثة إذا كان مصرية أو عربية. معرض مكتبة اسكندرية الحقيقة واحد من المعارض المهمة اللي نعتبرها أساس مهم من أسس الثقافة السكندرية ويمكن الثقافة في مصر أيضا. الزملاء في المكتبة أخذوا بكل أسباب النجاح النهاردة بالشكل اللي يخلي الحقيقة في إقبال كبير جدا على المعرض من الجمهور في الافتتاح. افتتاح كان جميل ومبهج وجذاب جدا. مرتب جدا، في فرايتيز كتيرة للكتب سواء أدب أو تاريخ، وفي حتى حاجات أطفال جميلة، والمعرض التاني بتاع الألعاب بتاعة الأطفال والحاجات اللي هي البدائية الألف والباء والألفابيت والحاجات دي كلها كانت جميلة ومنظمة جدا الصراحة. عاصم الشندويلي لبرنامج صباح البلد.